السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة للجميع، وعواشركم مبروكة وتعيدوا وتعودوا بالصحة والهنا إن شاء الله وطول العمر. واليوم اليوم عرفة، كثروا شوية من الدعاء، دعوا مع أنفسكم، مع الوالدين ديالكم، مع الأزواج ديالكم، الزوجات ديالكم، الأبناء ديالكم، فالله يسهل على كل واحد اللي كيدير شي حاجة، الله يوفقه، الله يعاونه، الله يسهل عليه، اللي في باله شي حاجة الله يحققها ليه، الله يعطيكم ما كتمنوا للجامع كاملين، فالله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. فرجاء عفوا غنهضر على 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 شي واحد جوج حوايج صراحه راه مهم من بزاف، الا وهي العنوان. علاش مهم من جدا؟ دابا شي اربعه ديال الحالات غلطوا في العنوان، اما غلطوا نهار الاول في القنصليه، يعني فاش دار داك العنوان ديال المستضيف اللي غادي يجيهم الوثائق هنايا في امريكا غلطوا فيه، ولا الناس اللي جاوا هنا حتى لامريكا وبغاو يبدلوا العنوان في المطار عاوتاني غلطوا فيه. وهنايا كاين حالات كيفاش غلطوا فيه، يا اما السيد اللي عطاكم العنوان غلط باش يعطيكم العنوان كامل، اما نسى، خاصه كينساو النمره ديال لابارتمنت، يعني اذا كان هو ساكن في ابارتمنت راه كتكون عندها رقم ولا حرف ولا شي حاجه، ابارتمنت مثلا ا ولا ابارتمنت بي ولا ابارتمنت 100 ولا 102 ولا 1000 ولا كل واحد راكم عارفين، المهم تكون الرقم ديال الابارتمنت، او لا كيكون غلط في الرقم ديال الشارع ولا الزنقه. فبالتالي هنايا غير كيحط العنوان، نهار مثلا كتابلي غير كتوصل هنا لامريكا باش يجيك السوشيال ولا الجرين كارد كتخلصها باش تجيك، كيجيك في داك العنوان، ولكن غير كيجيبها مثلا اللي كيديليفري الوثائق كيعرف ان داك الوثيقه راه حساسه، راه كيعرفوا هذه راه وثيقه يعني مهمه، راه ما غاديش يجي واحد مثلا في ذاك المايل باكس هكاك ما عارفش الرقم وجي حطها هكاك ولا يلوحها في الارض ولا يلوحها تحت الباب ولا ما عارفش اصلا هو شمن رقم شمن. وبالتالي شنو كيدير؟ كيضطر غيردها مثلا البوسطه باش تصيفط عاوتاني للاداره منين جات. فهنا كما قلت لكم دابا اربعه ديال الحالات مازال كيعانيوا لحد الان مع السوشيال ومع الجرين كارد، مازال مثلا اللي نقولوا ان السوشيال كيمشي عاود يابلي عليه وكيعطيهم العنوان الجديد الى اخره وكيجيه السوشيال. مي الجرين كارد في واحد البروسيس خور، يعني خصك تعمر واحد الفورم ديال الاي 90 الاي 90، كتعمر واحد الفورم وتصيفطو وكدير فيه الادريسه الصحيحه وتسنى على ما يابروفيو لك، عاد تبقى تبع عاوتاني كتراكي الجرين كارد ديالك فوقتاش غادي توصلي. وهذا الشيء انا قلت لكم كاين دابا واحد جوج اخوان راه طلعت لهم دابا في 4 شهور ولا مازال ما توصلوش بها، واحد خلاص مشى هذاك مشى ليه البسطم كامل، يعني اضطر خصو يعاود داك الوثائق كاملين. هادو الثلاثه الاخرين كلشي غلط في سميتو في الـ في الـ في الادريس. فالله يخليكم، هذا عاوتاني نداء حتى اللي مثلا هضر مع المستضيف هنا يزيد ياكد عليه العنوان، واش اخويا الزنقه هي هادي، واش الرقم ديال الزنقه هي هادي، واش النمره ديال الابارتمنت هي هادي، واش المدينه هي هادي، واش الزيب كود هو هذا، الزيب كود عقلوا على الزيب كود ذاك كي تسمى بالعربيه ذاك الرقم البريدي، واحد الرقم البريدي كما كنقولوا ديال المنطقه اللي انت ساكن فيها. فهاد الحويجات هادو راه مهمين جدا يكونوا في الادريس. وهنايا الناس اللي مثلا بغاو يبدلوا العنوان، مثلا داروا واحد العنوان نهار الاول وجاو هنايا لامريكا بغاو يبدلوا العنوان في المطار، رجاء كتبوا داك العنوان واضح وباين، وعاوتاني انت كتكتبوا انت كتاكد واش داك الشيء صحيح، يعني كتاكد من الرقم ديال الزنقه ولا الشارع، السميه ديال الشارع، النمره ديال لابارتمنت ولا الهاوس ولا على حسب السيد فين ساكن، المدينه فين ساكن، الولايه فين ساكن، والزيب كود ديال داك المدينه فين ساكن. هادو حوايج هانتوما شي سته ديال الحوايج مهمين في العنوان، كتبهم طابيهم بالوورد وقطعهم وقد غير ورقه صغيره وغير توصل ضابط الهجره عطيها له، اكد على ضابط يعني ذاك ضابط الشرطه، ذاك ضابط الشرطه اكد عليه قول له رجاء يعني الادريسه واش هي هذيك كتبتيها هي هذيك ولا، لان حتى هو بقوا الزربه راكم عارفين المطار وسيرتو الا كان عنده الزحام في الناس والاخر غيطبي داك الشيء شنطن ويقول لك سير الله يعاون، راه حتى هو ماشي معصوم من الخطا، راه يقدر يدير الخطا، ولكن انت حاول اعطيه بعدا الادريس تكون مضبوطه هي هذيك صحيحه. فانا قلت لكم دابا راه هذاك الوثائق راه حاجه مهمه يكونوا عندك هنا السوشيال والجرين كارد.
السوشيال راه الا ما كانش عندك غادي دير تلقى الخدمه، كي غادي دير تعمر الانشورنس، كي غادي دير الا بغيتي اي حاجه اي حاجه هنايا تابلي عليها ولا خصك السوشيال. الجرين كارد نقولوا ماشي مشكله، راه مازال عندك داك الفيزا فيها عام، لان الا غير تاخذوا الفيزا شوف واحد السطير لتحت كيكون مكتوب تما النوع ديال التاشيره ديالكم اللي هي الاي 551 اي 551 كتخول لكم واحد الاقامه دائمه لمده سنه. راه هبطوا الفيزا لتحت غتلقاو هاد الجمله هذه واحد السطير مكتوب. اذا هذيك الفيزا كتخول لك انت هنا مقيم في امريكا لمده سنه، ويمكن لك تاب داك الفيزا يمكن لك مثلا ترجع بها للمغرب تقد بها شي امور وعاوتاني ترجع في ظرف سنه، ماشي تدوز سنه وتقول غادي نسافر بها، لا فغير غدوز سنه صافي مات لك داك الفيزا صافي خصك ديك الساعه الجرين كارد باش يمكن لك تخرج وتعاود تدخل. فهادو كاين بزاف ديال الاخوان اللي وقع لهم اشياء طارئه يعني في المغرب على حسب كل واحد وشنو وقع ليه، فكيضطر خصو يسافر وكتكون الجرين كارد يعني ومشات ليه ولا مازال ما توصلات ليه ولا شي حاجه هكا، فكيبقى شد لي انقطع لك ديك الساعه مع اليو اس سي اي اس المكتب ديال الهجره والجنس. فرجعنا الاخوان هذه راه مهمه جدا، هذا العنوان 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 من 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 من, من كازا من المقابله، حاول تحط العنوان صحيح، حاول تحط العنوان صحيح وتاكد من عند السيد اللي عطاك العنوان واش صحيح، لان راه كاملين ما معصومينش من الخطا. مع الزربه تقدر فحوت تكتب جوج تكتب واحد ولا تكتب تسعه تكتب ثمانيه، ولا راه بنادم هذا راه ماشي روبو راه كيغلط. واش فهمتوا الاخوان؟ فرجاء نتاكدوا من لادريس ديالكم غير تكتبوها في المقابله، وحتى الناس اللي بغاو يبدلوا العنوان هنايا في المطار يحاولوا يجيبوا لادريس مكتوبه مزيان واضحه وما فيهاش الغلط، باش ان شاء الله يتوصلوا بالوثائق ديالهم في القريب العاجل ان شاء الله. يلا تحياتي للجميع، الله يسهل الامور، ومره اخرى مبروك عواشركم وتعيدوا تعاودوا بصحه والهنا ان شاء الله. السلام عليكم.